ليه يا زغلول يا ابني؟ مش هتيجي تنزل معايا الوكالة عشان تمسكها من بعدي؟ بلح بلح؟ يعني أنا بقول أي كلام؟ قصدي إن أنا عايز أشتغل في وكالة البلح. زغلول، بابي عنده أكبر وكالة إعلانات في البلد كلها، وأنت عايز تروح تشتغل في وكالة البلح؟ آسف يابا. بابي بيتقال له يابا، أنا علمتك على كده. سوري سوري يابا. كده يبقى مفيش بلح. لا بلح بلح بلح. كات. حلو جدا، بس معلش يا اساتذه هنعيد تاني عشان عندنا مشكله في البلح. في الصوت. هنعيد البلح كله تاني حضرتك؟ خمس دقايق بس هنظبط حاجه ونعيد تاني. استريحوا مكانكم، اشربوا حاجه. ابو فيه، معلش انا كنت عايز اسال بس، يعني هو ليه في وكاله البلح وفي البلح كفاكهه وانا زغلول، وبعدين هو لابس كده ووكاله اعلانيه وليه الراجل ده لابس زي الاستاذ سعيد؟ يعني ليه في بلح؟ ايوه صحيح فكرتني، اشربوا حاجه بس بليز ما تاكلوش البلح ده راكور. دور غريب جدا. دور ده ماشي من دور على فكره. لا انا بتكلم على الدور اللي بمثله مش دور البرد. انا كمان بتكلم عن الدور اللي انت بتمثله. الدور اللي انا بمثله منتشر اليومين دول. هو في لخبطه ولا انا غبي النهارده؟ انا مش عارف في ايه، مش فاهم. صحيح الدور ده انت خدته من المنتج ولا من المخرج؟ لا من المخرج. طب ودور البرد ماله؟ خدته من مين؟ من المخرج، انا حبيبي اصله. طب وخدت له ايه؟ انا خدت له شويه برتقان ورحت بقول لك حبيبي. يعني يا احمد يا احمد، ما بكلمكش على المخرج، بقول لك البرد خدت له ايه؟ المنتج الله يكرمه كان معاك كيتوفان. ايه ده، هو منتج ادالك كام؟ ادالي 500. كيتوفان 500؟ انا الدور ده ما اخدش فيه اقل من 1000. يعني انا اتضحك عليا في الفلوس ولا انت قصدك كيتوفان 1000 ولا هو مال الكلام عامل كده ليه يا عم والله سعيد؟ العظيم انا ما فاهم اي حاجه، لان البلح اللي عاملينه يقوله من الصبح. ايوه استنى، بمناسبه البلح، المشهد ده انت عندك استعداد تقول الكلام ده بتاع البلح ده؟ طبعا. مش انت لسه قايل انه بلح؟ حافظ على اكل عيشك يا احمد، اكل عيشك تحافظ عليه حتى لو كان بلح. حاضر. لان انت نواه لفنان كويس. عم سعيد انت عارف اصلا المسلسل اللي احنا شغالين فيه ده كله اسمه ايه؟ طبعا عارف. اسمه ايه؟ عرق البلح. يا سلام، ايه السطحي؟ عشان في بلح يبقى عرق؟ لا اسمه عشق البلح. ايه القرف ده؟ يعني عرق البلح اللي نضيف، ما عشق البلح وحش برضو اسمه وحش. بص اقول لك على حاجه، احنا نظبط الكلام. ظبطه ازاي؟ اسمع بس، احنا هنشيل كل اللبس اللي في المشهد. لا استنى بقى، هو ينفع؟ ينفع يا ريس، ادائك هو السر. كلام وحش يعني ينفع؟ هنشيل البلح والوكاله والمش عارف ايه. استنى بص، احنا هنشيل ايه؟ احمد هنشيل من هنا. هنشيل انا هعتبر نفسي بيت اخويا. يا عم خد راحتك، انا هظبطك. يا احمد مدد راحتك وشيل في الورق كله زي ما انت عايز، السكريبت كله بتاعك. احنا هنحط بقى المشهد ده في منطقه تانية خالص. مسلسل عشق البلح 3 تالت مره. 3 2 1 اكشن. يا ابني ما يعني ابا انا كده. طيب ما كده يبقى على طول يا ابني. انا اسف، انا وخلاص. كات كات كات. ايه رايك يا استاذ؟ ده اشيك. انا اظن واضحه ومنوره ويعني ملمعه. لا انا شايفه امريكاني سيت كوم كده في الخفيف، اداء بقى وجاي من تحت. حلو قوي يعني. الاداء جاي من تسلم ايدك يا استاذ، والله تسلم ايدك. اداء حاسس ان انتاج. انا مش مشكلتي اللي انا اتطردت من بلاتوه، انا في السن ده، ما انا ياما اتطردت من بلاتوهات كتير. انا مشكلتي الرئيسيه ان السبب في ده حد تافه زيك. الله يكرمك يا عم سعيد، انت راجل مؤمن بقى وعارف ان دي ارزاق. انا شخصيا ما صدقت خلصت من الدور. ايه ده فجاه كده دور البرد راح منك؟ لا لا لا، بقول لك احنا نرجع تاني نقول دور ومش دور. ما فيش دور بقى، ما نقولش دور تاني. لا دور. لا سعيد ابوس ايدك. دور. سعيد ابوس كيسك. دور. غير الموضوع خلاص. على رايك انت اخبارك ايه؟ الحمد لله. عرفت ان الوالد طالع هيروح يعمل حج السنه؟ قدم في القرعه وجه عليه الدور.